نكهات مهمة غابت عن انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان، من نكهة المنسف على أنغام العيارات النارية إلى غياب شبه تام للنكهة السياسية، مرورا بغياب نكهة كورونا ذات التدابير المشددة، حتى أننا شعرنا بغياب نكهة مهمة ولأول مرة وهي غياب النكهة النقابية، وكل ذلك في ظل استمرار نهج مربعات الحرمان. ليس دقيقا أن نقول أن الأردنيين جميعا ذهبوا اليوم لصندوق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات، فما يزال أكثر من 4,600,000 أردني يعيشون في العاصمة عمان محرومين من انتخاب عمدتهم ممثلا بأمين عمان، حيث يجري تعيينه من قبل الحكومة بمبررات سياسية وديمغرافية. العاصمة ليست مربع الحرمان الوحيد، فأكثر من 8,000 أردني لا ينتخبون ممثليهم بالبلديات في لواء البتراء التابع لمحافظة معان بسبب تحويل صلاحياتها واختصاصها لسلطة خاصة ممثلة بسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، بالإضافة إلى وجود 44,607 أردنيين في العقبة محرومين من اختيار ممثليهم بالبلديات بسبب تحويل صلاحياتها واختصاصها إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. وبالإشارة إلى رعب كورونا، غيبت هذه الانتخابات نكهة التدابير المشددة، حيث يحق للناخب الدخول للاقتراع دون إبراز سند أخضر، بينما لا يحق للطالب الجامعي الدخول لامتحانه دون حصوله على الجرعتين من اللقاح. إضافة إلى ذلك، جرت الانتخابات البلدية دون أي نكهة سياسية بعد تعليق أكبر أحزاب المعارضة السياسية ممثلا بجبهة العمل الإسلامي والتحالف الوطني للإصلاح مشاركته بالانتخابات بسبب ما أسماه هندسة الانتخابات وغياب الجدية في الإصلاح السياسي وتمكين الأحزاب. هندسة الانتخابات إذن لم تتوقف عند الانتخابات البلدية والضغط على حزب جبهة العمل الإسلامي ومرشحيه، بل انتقلت لمعقل المهندسين في نقابتهم، حيث علق تحالف المستقلين والإسلاميين مشاركته بالانتخابات النقابية لذات السبب. وليس جديدا غياب المعلمين والمعلمات في هذه الانتخابات كرد فعل على إغلاق أبواب نقابتهم واعتقال مجلس نقابتهم في عهد رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز دون إعلان رسمي لهم بهذا الخصوص، حيث لا يزال المعلمون يعتصمون مطالبين بعودة زملائهم الذين أحيلوا للاستدعاء رغم التوجيه الملكي بإعادتهم فورا. ويبدو أن كل شيء في المشهد العام الأردني بات بلا نكهات، حتى المنسف قد غاب بعد أن كان حاضرا بقوة في أي انتخابات عامة. وعلى الرغم من ذلك، فإن غياب بعض النكهات إيجابي، حيث أكدت مديرية الأمن العام على تعليماتها المشددة لضبط والقبض على أي مطلق للعيارات النارية في الهواء أثناء وبعد الانتخابات وإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقه. ومن المأمول أن تزول العديد من النكهات العفنة الملتصقة بالانتخابات، وأن تعود نكهات الوطن بألوان عالمه المبهرة إلى الواجهة من جديد، ونحن نحتفل بذكرى معركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها الجيش العربي المصطفوي ملحمة على أرض فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني، لنعيد الأمجاد ونبني بلدنا بالكرامة.